إنه العام 2100، الأرض تهتز بأصوات الأعاصير والعواصف وموجات الجفاف. مياه البحر أغرقت سواحل قارات وبلدان وغيرت خارطة العالم. شعوب وأعراق نزحت على شكل جماعات، وكائنات اندثرت وانقرضت واختفت. توقعات كارثية مدروسة من خبراء المناخ، وأحد الحلول الظاهرة في الأفق بات التلاعب بالهواء نفسه، لتولد فكرة مجنونة باصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو. فما هي تفاصيل هذه التقنية؟ وكيف تفوقت بها سويسرا على العالم؟ لنتابع معا. هواء بلا كربون. مع كل يوم جديد في كوكب الأرض تزداد الحاجة إلى تقنيات جديدة لحل مشكلة المناخ التي تهدد الكوكب. ومن أبرز التقنيات الحالية للوقوف في وجه هذه المشكلة تقنيات اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وقد حقق علماء المختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ التابع لوزارة الطاقة PNNL تطوراً كبيراً في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء نظام جديد قادر على سحب واحتجاز ثاني أكسيد الكربون بكفاءة عالية. ليس ذلك فقط، بل يستطيع هؤلاء من خلال هذه التقنية تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى إحدى أكثر المواد الكيميائية استخداماً على مستوى العالم، وهي الميثانول، الذي يمكن استخدامه كوقود، إضافة إلى كونه أحد أهم المكونات في تركيب البلاستيك والطلاء ومواد البناء، في تقنية يطلقون عليها إعادة تدوير الهواء. اعتبرتها مجلة مواد الطاقة المتقدمة نقلة نوعية في الحفاظ على البيئة. كيف يتم اصطياد الكربون؟ تتوافر تقنيتان في الأوساط العلمية لاصطياد غاز الكربون. الأولى هي الالتقاط المباشر للهواء بتركيب شفاطات كهربائية لغاز ثاني أكسيد الكربون، ثم تسريب هذا الغاز الملتقط لقنوات تحت الأرض، ويتوفر منها حالياً نحو 20 مشروع في جميع أنحاء العالم، أبرزها المشروع السويسري الذي أنشأته شركة أشغال المناخ، التي قامت بتركيب أجهزة استشعار لاصطياد الغاز المنبعث من مصنع حرق النفايات في منطقة زيورخ. أما التقنية الثانية فترتكز على حصار غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث ومن ثم تسريبه تحت الأرض. أبرز مشاريع اصطياد الكربون. عام 2021 دشنت أيسلندا أكبر محطة في العالم واسمها أوركا لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتحويله إلى صخور. وتعد هذه المحطة ثمرة تعاون بين شركة كلايموركس السويسرية لمحطات احتجاز الكربون من الهواء المباشر وبين مشروع كاربفاكس الأيسلندي. ومن المتوقع أن تحتجز المحطة 4000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتعتمد المحطة الجديدة على التقنية التي طورها مشروع كاربفاكس، التي تقوم على محاكاة عملية طبيعية تتفاعل فيها تكوينات الصخور مع ثاني أكسيد الكربون المذاب لتكوين معادن كربون مستقرة. ويخلط ثاني أكسيد الكربون المركز بالماء ويضخ إلى أعماق الأرض ليتفاعل ثاني أكسيد الكربون مع صخور البازلت ويتحول إلى معادن الكربونات تحت الأرض في غضون سنوات قليلة. وقد تعهدت شركة سترايب للدفع الإلكتروني بدفع $1,000,000 على الأقل سنوياً لدعم مشروعات إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي مباشرة وتخزينه. رغم أن هذا الحل منح الخبراء الأمل في مواجهة التنبؤات المناخية، إلا أن هناك عواقب كثيرة مترتبة على تنفيذها. فبعض المعارضين لها يطرحون أسئلة مثل: ماذا يحدث إذا تسرب الكربون أثناء النقل؟ وكم من الوقت يمكنه البقاء تحت الأرض؟ إضافة إلى تحكم دول بعينها بهذا المجال، خاصة دول الشمال في أوروبا، مما يخلق فجوة مناخية بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها. ويدافع أوليفييه بوشيه مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي والمتخصص في المناخ بالقول:
ربما تكون هذه التقنيات غير ناجعة، لكن سيكون من العار حرمان الأجيال القادمة من ثمرة عملنا.